يعني انت يسموا المدرسه الفرفوشه. المدرسه الفرفوشه. احكي لنا بقى حضرتك عن الموضوع الفيديو. الفيديو اللي انتشر ده كان فيديو لثانيه ابتدائي اول يوم مدرسه، كان عندهم رغبه شديده جدا ان هم يجوا او يدخلوا الفصل او ينزلوا المدرسه. طب انزلوا الحوش يا اولاد، عندهم رهبه مش حابين. فقلت خلاص انا بحكم شغلي وبحكم ان انا مدرسه انشطه وبدخل حصه ترفيه في الفصول، فدخلت لهم طبعا زي ما انت شفت من الفيديو، ففعلنا على الاغنيه، شغلت لهم اغنيه. حضرتك كنت متوقع ان الفيديو يعمل رواج كده ويعني مشاهده كبيره وتفاعل؟ لا ما كنتش متوقعه خالص، لان انا بقالي 7 سنين بنزل شغلي على القناه بتاعتي. كده من لا كده مش من النهارده عن معرفه الخبر واللي حصل على الفيسبوك بسبب الفيديو والضجه اللي حصلت دي، رغم ان هو شيء عادي وعلى طول ده بيحصل. شيل الفيديو يا تمام. لا يا جماعه، هو يعني هو دي حاجه غير متوقعه، والضجه اللي حصلت هي طبعا حاجه كويسه ليا، بس ده اصلا شغلي انا، مش قصدي ان انا اطلع ترند خالص. لا انا عادي، ده شغلي وبقاله 7 سنين، وفي فيديوهات قديمه للحفلات الاستعراضيه. يعني حضرتك مش ان الترند وتفاعل المشاهده؟ لا لا خالص. انت بتحاولي تعلمي الاطفال بطريقه بسيطه جميله مرحه شويه. تمام. لان دي حصه ترفيه، ودايما على فكره يا جماعه انا دايما الحصه باخدها في الحوش، ولكن استثنائي ال3 4 دقايق بس اللي كانوا جوه الفصل ده عشان رغبه الولاد. احنا بقيت الحصه كملناها في الحوش. ليكي لما انا جيت وشفت يعني كنت معاكي جوه في المكتب، مره واحده لقيت الاطفال هجموا بحب ونشاط وطاقه ايجابيه، بسالهم ايه ده؟ قالوا لي احنا بنحب ميس حسين. كلمينا عن سر حب الاطفال ليكي بالطريقه دي. بصي سبحان الله، سبحان الله بجد، اللي حط حب يعني حط حبهم في قلبي وحط يعني حبي في قلبهم. انت عارفه ان الاطفال دايما بتحس ان باللي قدامه بيضحك عليه او مش بيحبه من قلبه او لا انت اكيد شفتي كده بنفسك، كلكم شفتوا كده بنفسكم النهارده، ان لا هم بيحبوني من قلبهم. بتتعامل معاهم ازاي؟ بتعامل معاهم لانهم ولادي واخواتي الصغيرين. الفكره جت عليك ازاي سريعا؟ الفكره جايه لي من 7 سنين. يعني انت ما كنتش عايزه تتصدري ترند او اكثر تتصدري محركات البحث زي ما الناس بتقول؟ خالص خالص. على فكره والله يعلم ربنا لا ترند ولا حاجه. ولا ليا انا حاجه بالشغل. رد فعل اولياء الامور ايه؟ كان حلو قوي. شايفين ان اولادهم رايحين يعني ينبسطوا ويرقصوا ولا يتعلموا، ولا شايفين الموضوع لازم يبقى فيه نشاط مدرسه عشان يقدروا يتعلموا؟ شايفين الموضوع بيكسر روتين اليوم المدرسي بس مش اكتر. وانا ما بعملش حاجه مبتذله ولا بعلم رقص، انا ما بعلمش رقص خالص. تعليقات الناس كلها بيقولوا ده ايه ده رقص، ده مش تعليم بقى. لا مش رقص ولا حاجه، في حفلات استعراضيه بتتعمل في مدارس بيبقى فيه اكتر من الحركات يعني دي. الفيديو دوت على منصه المدرسه. على منصه المدرسه وعلى المنصه بتاعتي. كلمينا عن تعاملك مع الاطفال، تعامل معاهم ازاي؟ بتعامل معاهم بحب. انا سمعت كلمتين من قلبي بجد، ماما وهان. اختي وسام، عايز افهم بقى القصه ايه؟ لا والله ربنا يعلم انا بحبهم ازاي. وفعلا ماما وسام دي جايه ان انا يعني شفتي الطلبه والاطفال، انا بواكب معاهم، بس بواكب تربيتهم في حدود الادب والاخلاق، في صورة التربيه السليمه بس مش اكتر. بتقابلي الانتقادات ازاي؟ قولي لنا كده، يعني بتقابلي الانتقادات ازاي؟ ربنا يهديهم ويسامحهم بجد، عشان النفسيه بتتاثر. انا بني ادم يا جماعه مش جماد، وبس انا مش يعني مش هندرج تحت تعليقاتهم عشان انا عارفه ان انا ماشيه صح. مقتنعه باللي انت بتعمليه؟ مقتنعه جدا. من 7 سنين وانا مقتنعه باللي انا بعمله. كان في حد من اولياء الامور مثلا كان يعني الطريقه نفسها مش عاجباه، يعني غضبان ان هو شايف ان الطريقه يعني لا خالص ممكن تبقى خالص. على فكره كلهم انبسطوا واتفقوا على كلهم مبسوطين، اولياء امور من جوه المدرسه ومن خارج المدرسه. لما ابنهم اتفرج على الفيديوهات بتاعتي الولد شحن طاقه ايجابيه. مجرد رد فعل حضرتك ايه على اللي حصل؟ رد فعلهم هم متضامنين معايا جدا. الفكره جات لك ازاي؟ يعني الفكره جات لك ازاي من 7 سنين؟ اكيد كان 7 سنين ان انا جايه هنا مدرسه انشطه وحفلات استعراضيه. طب ليه يا جماعه مش ما يبقاش شغلي مره في السنه كحفلات استعراضيه؟ لا انا ممكن نعمل حصه نكسر روتين اليوم بس مش اكتر. كلميني عن اداره المدرسه لما عايزه تروح الاداره بتدعمني قوي بجد، يعني كنت بقابل لهم ميس غدير وميس احمد وميس دعاء، وطبعا ميس راويه
دي كتر قلب وجهي كلمة لكل الناس اللي بتنتقدك وبتوجه لك طاقة سلبية تقولي لهم ايه؟ لو ده اسلوبك في الرد يبقى ده اسلوبك مع اولادك في البيت وده غلط، ده غلط جدا. كان الله في العون، مش كل حاجة قفش، مش كل حاجة بطريقة سلبية. فممكن تقول رأيك بكل احترام من غير شتيمة. انا بشكرك جدا، مبهورة بيكي قوي يا مس وسام، مبسوطة ان انا جيت صورت معاكي، انا بجد بشكرك جدا. طب كنا عايزين برضو نتكلم، يعني الحكاية الحاجات الاستعراضية دي بتفك اليوم للطالب ازاي؟ يعني كلمينا. بتكسر الروتين، يعني ما يبقاش مواد علمية ورا بعض ورا بعض، لا الشركة مدتها كمان دي اقل مدة في اليوم كله. يعني انا بدي الحصة من 12 ل 15 دقيقة، بقيت الحصة 45 دقيقة، فدي حاجة بتكسر، يعني بتفصل كأنه نزل بريك. بس ذكاء الطلاب بقى وجودتهم في التعليم هل اتغيرت وتحسنت ولا لا؟ محتاجين نعرف. اكيد، لان انت لما بتبقى مقبل على حاجة او بتعمل حاجة انت نفسيتك كويسه فانت هتطلع احسن ما عندك. تقييم الطلاب بقى عامل ازاي؟ في مذاكرتهم، في التقييم الشهري بتاعهم كويسين. اكيد بقى اعلى بعد الاستعراض. وعلى فكره لما بطلع معاهم الرحلات العلميه فده بينشطهم اكتر وبيفيدهم اكتر. احنا هنا في مدرسه خاصه صح؟ مدرسه خاصه فيه. فده بيزود النشاط عندهم، مش الحاجات الاستعراضيه دي بس مش للترفيه، لا ده بتزود النشاط، بتزود الذكاء، بتزود الاي كيو عند الطالب. الطريقه جابت مع الطفل مثلا بنسبه قد ايه؟ يعني فرقت معاه مثلا بشكل كبير؟ يعني فرقت معاه بنسبه 60%. تمام، دي نسبه كويسه قوي. كلمينا بقى عن حب الاطفال مع حضرتك، يعني شايفين في حب كبير مثلا؟ انا بعتبرهم زي ولادي الصغيرين بجد وزي اخواتي الصغيرين. لا اللي احنا شفناه فعلا حب الاطفال بيكي يعني حاجه غريبه وجميله جدا، يعني اول مره اشوف اطفال كتير من المدرسه. وبجد مش عشان نيس وسام بس، لا هو عشان روح التيم كلهم زي نيس وسام بالظبط. انا عايز بقى اتطرق اللي عمل ضجه على السوشيال ميديا. والله ما عارفه اشمعنى. كنت متوقع ان الفيديو يعمل حاجه، يعمل رواج كده وتفقى؟ ولا كان في بالي اساسا ان احنا نطلع ترند او يتشير او ده شغلي زي ما في شغل قبله بينزل. هو الفيديو ده حضرتك اللي مصوراه اللي انتشر على السوشيال ميديا؟ انا اللي بصور شغلي دايما وانا عندي علم بالتصوير. بس ما فيش اولياء امور كانوا زعلانين خالص، ده فرحانين عشان ولادهم. وفي اللي زعلانين دول ان ولادهم ما ظهروش في الفيديو بس مروحين كويسين. طب انت شايفه ان الطريقه دي تنصحي بيها المدرسين يعملوها مثلا مع الطلبه؟ مش بنفس الطريقه دي اكيد، لان دي مواد علميه. يعني اللي انا بعمله غير المدرس الماده العلميه يعمله. رساله اخيره بقى من حضرتك. ايوه، رساله اخيره بقى توجهيها ايه؟ رساله اخيره، تعالوا المدرسه. لا بجد، الدعم يا جماعه. لو مش عاجبك حاجه مش لازم بالطريقه السيئه دي، لا قول رايك بكل احترام وانا كده كده هحترم السلبي قبل الايجابي. تمام، دي بتشرح حضرتك. شكرا لحضرتك.